كل شيء راح تحتاجه بحياتك سيتم طباعته، صدق أو لا تصدق، انظر بعينك وتمتع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اليوم راح نحكي عن طباعة ثلاثي الأبعاد وكيف هاي التقنية وصلت لمرحلة كتير كتير من العلم وتطورت. لاحظوا معي أي شكل مثلا عم بدك إياه، أي شيء بتعمله عن طريق ثلاثي الأبعاد. هاي لاحظوا كيف كنا نشتغل بالمخارط وكيف نشتغل بالمصالح العادية اللي كلياتنا بنعرفها، كيف بيطلع فيها هدر بكل شغلة عم نشتغلها، مثلا بيطلع لها مخلفات ولها هدر، وراح نظبط قطع ونجهزها لحتى نأسس قالب لقطع بعدها. لاحظوا معي كيف ثلاثي الأبعاد كيف عم تشتغل بدقة وبأقل هدر وبأقل. لاحظوا حتى الفتحات، ما في انه مثلا اشتغلت فتحات وطالعتهم كبتهم، لا، عم تشتغل الشكل مثل ما هو بدون اي هدر. ايه ممكن احيانا يكون المجسم لازمه دعامات، ايه، بس اكتر ما بدون. لاحظوا هون كيف المصالح نحن بنشتغل فيها كيف فيها كب وهدر بالبناء وبالحديد وحتى بالالبسة. حتى الالبسة هلا صار، هلا راح نشوف لقدام، راح نشوف كيف حتى الالبسة صارت تصنع بثلاثي الابعاد. طباعة ثلاثي الأبعاد شافت النور 1980 وبلش وضلت تتطور لحد يومنا هذا اللي نحن فيه. عم نشوف شغلات غريبة عجيبة وكل ما عم تزدهر وبتطلع لفوق أكتر وأكتر، لدرجة إنه ما بقى في شيء صعب ما يعملوه بهاي الطابعة. وكل طابعة والاختصاص، حتى لاحظوا هون الأعضاء البشرية والأنسجة البشرية عم يقدروا يشتغلوها، بس لسه في شيء ناقص يعني ما كمل معهم، بس عم بيعملوا وصلوا لمرحلة فيها إنجاز، إنه بياخدوا أنسجة من الإنسان وعلى هالنسيج مثلا لا سمح الله عنده فشل كلوي، عنده الكبد مضروب. هلا أكيد خلقت ربنا أحسن بكتير وصعب إنه يوصل، بس إنه بالنهاية عم يعملوا. يعني لاحظوا هاي الفيلا هاي من ثلاثي الأبعاد، ما بتستغرق أيام يعني، ويمكن بيوم واحد حسب ما فهمت أنا إنه ممكن هاي الفيلا تكون جاهزة. حتى الكراسي والطاولة هدول مصنعين من ثلاثي الأبعاد. لاحظوا هون طريقة البناء كيف عم بتكون طبقة فوق طبقة، وموضوع يعني مذهل بالنسبة لعقولنا نحن. يعني لاحظوا هالوحدات هاي معمرينها، وعم يشتغلوا على مبدأ انه يعمروا وحدات وناطحات سحاب ضد الزلازل وخرسانتها كتير قوية قوية، وضد الحرارة وضد المي وضد النار. انا شفت هذا الشيء، يعني انا بحب ثلاثي الابعاد، بحب 3D وبشتغل هذا الموضوع كتير، بس هذول الفيديوهات لما هيك شفتهم حبيت اشارككم فيه لحتى تشوفوا نحن وين وصلنا، كيف انه بكره يمكن يجي وقت ما نحتاج نجيب شيء مصنع وجاهز. يمكن نروح على المول او سوبر ماركت نقول له بدنا مثلا اي قطعة او اي غرض او اي اكله، حتى الطعام دخلوا فيه، بيحط على الكمبيوتر بيبعت الرسمة على الطابعة بيجهز لنا اياه وبيعطينا اياه. وممكن اكتر من هيك كمان يجينا نهار نحن وكل واحد فينا يكون عنده طابعة. هذا طبعا بده وقت لانه ما كلياتنا قادرين نشتري هاي المكنة، بس رح يجي وقت ورح تتوفر. اي شكل منحبه، اي اكلة بدنا اياها منأمن المواد الاساسية ومنعملها بالطريقة اللي بدنا اياها بالشكل اللي بدنا اياه. لاحظوا هون عم بيعملوا كل شيء، حتى الحلويات عم بيعملوهم بطريقة ثلاثي الأبعاد. سكاكر لاحظوا أشكالهم كيف بتشد بتحس أطيب من طعمته. لاحظوا الدقيق، هاي المكونات الأساسية عم بيحطوها بقلب الطابعة وعم يشتغلوا عليها. تفرج مشكلة بشد أكتر من طعمته. سبحان الله كيف وصلنا، يعني علم الإنسان ما لم يعلم، وبعد لسه فيه كتير أمور. لاحظوا معي هون جبت لكم فيديو لتشوفوا كيفية وطريقة العمل، كيف عم بيعملوا الأبنية، كيف رح يعملوا. هلا في دول عربية عملوا بيوت طباعة ثلاثي الأبعاد، ورح يعملوا كمان، عم بيجهزوا لمشاريع ليعملوا ناطحات سحاب ووحدات أبنية. لاحظوا هاي المكونات والمواد والآلات اللي بتجهز المواد الأولية للطابعة. وهون عم تشتغل طريقة عملها كيف طبقة فوق طبقة بترفع الأعمدة والجسور، وكيف بتهيئ كل شيء مصمم ومجهز على الكمبيوتر برسمة بملف صغير، بتعطي أمر لها الطابعة والطابعة بلش تشتغل.
نحن صح انه شوي الامور ما عم نستوعبها بالبداية، بس الموضوع كتير كتير حلو. انا بالنسبة لي شد نظري اكتر شيء انه عم يعملوا الـ LBC عن طريق ثلاثية الابعاد، انه هي بتكون مريحة ومتحركة بالشكل اللي بدك اياه والشكل اللي بدكم اياه، بتصنعوه كيف الشكل اللي بده اياه. لانه هاي قصة صارت من قبل، انه في بنت من كتر ما لبست ألبسة كتير كتير ما عاد عبالها شيء من الألبسة اللي موجودة، طمحت بشيء ما هو موجود يعني، وطلبت وعلى اساسها صاروا يصنعوا ايش اسمه الألبسة ثلاثية الابعاد. في كتير مواضيع رح نحكي عنها. اذا عجبكم الفيديو ما تنسونا من دعمكم فضلا وليس امرا، وفي فيديوهات كتير ان شاء الله رح تنزل عن ثلاثي الابعاد، ورح نفرجيكم امور كتير كتير حلوة وكيف العلم عم بيتطور يوم بعد يوم. ما تواخذوني طولت عليكم الفيديو شوي، بس ما لحقت حتى اشرح عن كل شيء، بس رح نزل فيديوهات كتير عن موضوع ثلاثي الابعاد وكيف رح يجي وقت ونعمل حتى ان شاء الله شغل عن طريق ثلاثي الابعاد. سلام عليكم.